هلا في شيء اهم من هيك، في لوحات اعلانيه بتمس بالرمز الوطني بالعلم اللبناني، في العلم اللبناني محطوط على جهه والعلم الثاني محطوط الفون تبعه اصفر، يعني بتعرفوا كله هيدا لون حزب الله، اذا ما فهموا انا رح بشرح له اياه، والارزه برتقاليه حد منه العلم اللبناني، يعني واحد ما بعرف اذا بيضحك ببكي. هل العلم اللبناني تغير؟ نحن معروف انه نحن شعارنا العلم اللبناني كان، وامبارح ذكرته بخطابي وقت اعلنا البرنامج، كنا وقت نحمله بالشارع يحملوا الطلاب يجمع لا ينكر والامن يفتون، صاروا يفتحوا لاخر صناديق السيارات اذا لقوا فيهم علم لبناني يوقفوا ركاب السياره وياخذوهم على الحبس. هلا صاروا عم بيهتون انه غيرنا الوان العلم، حطينا ارزي برتقاليه على اصفر، انا بعتبره مس بالرمز الوطني لا يجوز التلاعب فيه، وخاصه هناك نص دستوري يحدد الوان العلم اللبناني احمر ابيض بمقاييس لازم يكون فيها، وفي لون الارزي الخضراء بوسطه، لحد هلا هيدا علمنا. هيدا بسموه جرم تحقير العلم، هيدا بالقانون بسموه جرم تحقير العلم. القانون اللي عاملينه الاصفر والاوراج، انه علم اصفر والارزي اوراج، عن جد عن جد نحن بالكرييتيف ديبارتمنت تبع التيار كثير عم يشكرون لهالجماعه قد ما فكروا كرمالنا، لانه هيدي الفكره نحن اللي نعملها ما كانت جتنا قد ما منيح على هالنا. انه بعد تفهم وين مشكله اذا حزب الله وتيار الوضع الحر اللي اقوى بالبلد، كثير منيحه كثير منيحه اكيد.